مظاهر الشرك في بلادي، يعطيها فضيلة الشيخ مزمل فالعمر فبيني فليتفضل أثابه الله في إلقاء كلمته مشكورا مأجورا. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. في هذه الآية أمر من الله سبحانه وتعالى ونهي منه جل وعلا، وهذا الأمر هو أعظم أمر أمر الله به عباده، ألا وهو الأمر بعبادته وحده لا شريك له. ومن أجل عبادة الله خلق الله الإنس والجن، فقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ومن أجل عبادة الله وإفراده بالعبادة وعدم الإشرار به جل وعلا أرسل الله الرسل، فقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وعبادة الله عز وجل هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فمن الأعمال الظاهرة الدعاء والصلاة والحج والصدقة إلى غير ذلك، ومن الأعمال الباطنة كالتوكل والرهبة والرهبة والإنابة والخشية والخوف من الله جل وعلا إلى غيرها من العبادات الباطنة والأعمال القلبية التي لا يطلع عليها إلا رب السماوات والأرض. فالحاصل يجب عليك أن تصرف جميع العبادات لله سبحانه وتعالى، لأن صرف العبادات لله توحيد، وصرفها لغير الله شرك، والشرك هو أعظم ذنب عصي الله به في الأرض، وهو أعظم نهي ومحرم حرمه الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقد قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وفي الآية الأخرى قال تعالى: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال الله جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وظهر الشرك في العالم الإسلامي اليوم إلا برحمة الله تعالى، بل أكثر الخلق في هذه الأرض وقعوا في الشرك، كما قال الله جل وعلا: وما يؤمن أكثرهم، لاحظ قوله تعالى أكثرهم، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فالغالبية وقعوا في الشرك، فعبدوا القبور مع الله سبحانه وتعالى، واستغاثوا بأصحابها، وترك الله جل وعلا
شيخ طريقة من الطرق الصوفية الموجودة اليوم، طريقة كبيرة يتبعها ملايين البشر. قال: أجود على أمي لترحم طفلها، فرحمة من في الكون من بعض رحمته. وفي نسخة من كتابه هو ديوان شرح الوصف، قال: أجود على أمي لترحم طفلها، فرحمة رب الكون من بعض رحمته. جبريل، ميكال، إسراف، عزراو، هكذا يقول، جنودي في التصريف هم تحت إمرتي. أنا الحق في الدنيا، أنا الحق في اللغة، إذا الأرض مدت والسماوات فتحت. يزعم أنه هو الله سبحانه وتعالى، هذا موجود، هم غالبية على ظاهر هذه الأرض. فعلينا أولا أن نحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة التوحيد، وأن لا نبدل نعمة الله كفرا. قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالشكر مدعاة المزيد، وكفر النعمة يقلبها إلى سوء، ويحول النعمة من نعمة إلى نعمة. فاشكروا الله سبحانه وتعالى أن هداكم بالإيمان وعلينا وعليكم جميعا أن نحذر من حال هؤلاء، وأن نحذر من الشرك في عبادة الله. فليس هناك ذنب أبدا أعظم من الشرك في الله سبحانه وتعالى، أبدا. وما أنزل الله الكتب، وما أرسل الله الرسل، وما شرع الله الشرائع إلا لأجل ففي قوم نوح عليه الصلاة والسلام، لما عبد قومه الأولياء والصالحين، عبدوا ماذا؟ عبدوا الأولياء والصالحين، عبدوا ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، أشرفوا لله، فأرسل الله إليهم نبيه ورسوله نوح عليه الصلاة والسلام، وهو أول رسول إلى الأرض. لماذا أرسله؟ أرسله إلى لإفراد الله بالعبادة، والنهي عن الشرك في عبادة الله جل وعلا. ولما قتل قابيل هابيل، وهما ابن آدم عليه السلام، ووقعت جريمة القتل، وجريمة القتل هي ما هي؟ لم يرسل الله رسولا، ولكن لما وقع الشرك في قوم نوح أرسل الله نوحا نبيا ورسولا لمحاربة الشرك. فلبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى التوحيد، وينهاهم عن عبادة القبور، وعن عبادة الأولياء، وعن عبادة الصالحين. ولهذا السبب أرسل الله جميع الأنبياء والرسل. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لما جاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أول يوم أنزل عليه قول الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، صعد على جبل الصخر وقال: يا صباحا يا صباحا يا صباحا. فاجتمع الناس فقال: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قال أبو لهب: تبا لك، فلهذا فاستمر النبي عليه الصلاة والسلام على دعوة الناس إلى التوحيد وإفراد الله بالعبادة، ونهيهم عن الشرك في عبادة الله جل وعلا. فحاربوه وحاربوه، فوقعت وقعة بدر، ووقعت أحد، ووقعت الخندق أو الأحزاب، وجميع الغزوات وجميع الجهاد في سبيل الله ما كان إلا للتوحيد، إلا للتوحيد. لأن الله تعالى يقول: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، ويكون الدين كله لله. فالجهاد
أنزله الله من السماء وجردت فيه السيوف وتطايرت فيه الرقاع وسالت فيه الدماء من أجل توحيد الله وعدم الإشراك به، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة، فإنهم فعلوا لكن أصر بعض الإخوة الفقهاء، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم.